مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تجمع اليوم عدد كبير من أبناء مدينة أوتوا العاصمة الكندية، من سياسيين ورجال دين وجيران وأصدقاء، في المسجد الكبير بمدينة أوتوا. تجمعوا لأنهم يؤمنون بحرية الإنسان، لأنهم يؤمنون بالعدالة الاجتماعية، لأنهم يؤمنون بالتوحد والقوة، لأنهم يؤمنون بأن لا فرق بيننا إلا بالإخلاص لهذا الوطن، لأنهم يؤمنون بحب الآخرين. تجمعوا ليظهروا حبهم وتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم مع إخوانهم من أبناء الجالية المسلمة، إثر الحادث الإرهابي الذي وقع قبل عدة أيام على المركز الإسلامي في مدينة كيبيك. وأظهروا للعالم أجمع أن المجتمع الكندي مجتمع قوي بالرغم من تنوع الثقافات والأديان واللغات والعرقيات والألوان. أرسلوا رسالة واضحة للعالم أنه مجتمع متماسك كالجسد الواحد، إذا اشتكى أو أصيب منه عضو تداعى له سائر المجتمع في السهر والحمى. Six, 7, 8-year-old children who have written messages of love and peace and solidarity to all of us. أحدثكم من داخل مسجد أوتوا الكبير محمد الشريف.